يقول أحسن الله إليكم: هل من طريقة السلف الانتساب إلى أحزاب ودخول البرلمانات، حيث رأينا هذه الأيام أحزاب سياسية ينتسبون إلى السلفية؟ السلفية ما هي بدعوة، السلفية من كان على منهج السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك، ما هي بدعوة. وكل من يدعي السلفية وهو ينهج مناهج مخالفة لما عليه السلف. نعم.